الملف اللي فتحناه مع حضراتكم امبارح واللي اتكلمنا فيه بقالنا فتره، واعتقد ان هو كلام طلع صح يعني 100% كمان ان صح التعبير، وهو فيما يختص بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده الكابتن حسام البدري زي ما قلنا، واللي تم توجيه الشكر ليه امبارح. وزي ما كنت بقول لحضراتكم الموضوع ما كانش متوقع الى حد ما، يعني ما كناش متخيلين حتى ان هو بهذه السرعه هيتم يعني اعفائه من هذا المنصب ده، كان بعد التعادل مع الجابون لسوء طبعا الاداء وعدم وجود كمان فكر. احنا بنتكلم هنا مش بس يعني لم نوافق، لا هو ما كانش فيه فكر خططي، لان ده مش مستوى منتخب مصر زي ما احنا بنتكلم، مش هو ده اللي احنا واخدين عليه على المنتخب، مش هي دي او مش هو ده الاداء اللي هيوصلك لمونديال ابدا. ده يعني اعتقد اي بي سي زي ما بيتقال او الف ب، احنا ما عندناش برضو عشان الناس تبقى فاهمه والجمهور يبقى يعني مستوعب هذه النقطه، ما فيش توجهات، مفيش حاجه اسمها كده، احنا بنقول راينا بوضوح على اساس معطيات ونتائج. يعني الموضوع يا جماعه مش اللي هو مثلا ماشي في سكه واحنا جايين في سكه تانية عكس الواقع، لا الواقع بيقول ان انت ما عندكش لا معطيات ولا عندك نتائج. كابتن حسام اكيد اكيد هنشكره على الفتره اللي فاتت، لكن لازم نقول مش كل مدرب ناجح مع انديه يصلح ان هو يقود منتخب، يعني كان منتخب مصر والعكس اكيد صحيح، فده مش عيب. كل شخص في الدنيا ليه نقاط قوه، كل شخص في الدنيا ليه نقاط ضعف، اخطاء برضو موجوده، مش عيب ان احنا نغلط في اختيارنا، لكن العيب ان انا لما اختار غلط ان انا استمر بقى في هذا الخطا. عامه على كل حال عشان بس نقفل الموضوع ما نتكلمش فيه كتير قوي لان خلاص حسم الامر زي ما بيتقال، اللجنه الثلاثيه لاتحاد الكره اعلنت انعقاد اجتماع هيكون مستمر لمده 48 ساعه لحسم بقى اختيار المدير الفني الجديد اللي تراوح ما بين اسمين برضو اكيد هنتكلم عنه. هو طبعا توجيه الشكر يعني كان لازم يحصل في التوقيت ده بصفه خاصه، لان يعني برضو احنا نرجع ونقول لسه قدامنا حوالي شهر على ماتش ليبيا في التصفيات، وقبل كمان امم افريقيا في يناير الجاي. طبعا كل المواقع والسوشيال ميديا والبرامج من امبارح للنهارده يعني قتلت هذا الموضوع بحثا، حتى اذاعه وتلفزيون ومايكروويف وكل حاجه من امبارح لغايه النهارده فعلا مفيش كلام بيدور غير على هذا الموضوع. طبعا البرامج كلها اتكلمت عن المرشحين لقياده المنتخب، ويعني اغلب الظن ان الاسماء على الاقل حتى هذه اللحظه محصوره الى حد كبير ما بين فينجادا المدير الفني لاتحاد الكوره، وده هيكون طبعا بشكل مؤقت لاخر السنه اي لنهايه التصفيات المؤهله للمونديال. والاسمين المصريين هم طبعا اسماء ايهاب جلال والاخر لكابتن حسام حسن. طبعا في مناقشات كتير جدا وفي سير ذاتيه كتيره معروضه على الاتحاد، ومنهم بالمناسبه مدربين اجانب دربوا في مصر قبل كده زي فييرا وباتشيكو وفايلر كمان اللي كان درب الاهلي في فترات سابقه، لكن يعني كل دول معروضين على اللجنه الثلاثيه، وزي ما بيقولوا كده يعني ايه يا خبر بتوقعات بكره يبقى رسمي. في الاخر مش عايزين غير مصلحه منتخبنا في كل الرياضات على فكره، وبصفه خاصه في كره القدم، لان الحقيقه اللي احنا شفناه يعني من النوع اللي ما يسرش لعدو ولا حبيب. الحقيقه على كل حال زي ما كنا بنتكلم حسم الامر، ولكن في طبعا كلام كتير وكواليس كتير، بعض ممكن يكون معروف لحضراتكم والبعض لا. يعني كان في برضه تساؤل بيتردد بالامس، طب هو ليه كابتن حسام انتظر لغايه لما تم اقالته، ليه هو ما استقالش؟ فكان في ردود تانية بتتعمل، بقول لحضراتكم اللي على السوشيال ميديا وعلى المواقع المختلفة، يعني البعض قال لا هو ما كانش شايف ان هو مقصر يعني ابدا مع المنتخب، وحتى هو كان بيتحدث او تحدث مع اللعيبة بعد ماتش الجابون وقال لهم احنا هنقفل تماما ودنا وعنينا عن اي حاجة هتتقال تحديدا على السوشيال ميديا، وهنركز في المهمة اللي احنا فيها. وهو كان بيتكلم ان هو راضي عن الاداء لحد هذه اللحظة، ده من وجهة نظر كابتن حسام، فهو مش شايف ان هو خسر ولا مباراة لحد دلوقتي، فهو عمل يعني ده كان الكلام يعني. ف يعني على كل حال اعتقد القرار اللي جه ده يعني جه ردا على رغبه الجماهير العريضه المصريه اللي هي كانت بتطالب بهذا الموضوع، فنتمنى ان شاء الله يتم اختيار شخص يعني موفق ويتم توفيقه مع المنتخب ونشوف كوره حلوه ونشوف اداء حلو واكيد نحصل على فوز كمان محترم.